طيب خلينا نروح لواحد من اللاعبين المميزين اللي يعني بيقال في الوقت ده ان انت بتبقى محتاج لعيب حريف، لعيب مميز، لاعب النادي الاهلي ومعار ايضا لنادي طلائع الجيش، عمار حمدي. تحياتي ليك يا عمار. كابتن فاروق، ازي حضرتك؟ ازيك حبيبي، اخبارك ايه؟ طمنا عليك. تمام والله كابتن، الحمد لله. يعني النهارده ماتش قوي من خلال تواجدكم في المباراه امام فريق كبير، فريق بيراميدز بيضم مجموعه من اللعيبه الكبار واللعيبه المميزه. يعني المباراه كانت ماشيه ازاي؟ طمني عليكم النهارده، كنتوا يعني بالنسبه للمباراه انتوا كنتوا متاخرين ثم تقدمتوا بعد كده. والله كابتن احنا كنا مركزين قوي، ويعني كابتن عبد الحليم بسيوني والجهاز كله بيتكلم معانا اللي احنا عايزين ناخد ال3 نقط. وبالفعل احنا لغايه الدقيقه 60 او 51 كنا 2-0، هو بس جه اطراد من واحد، ما اعرفش اطراد صحيح ولا لا، بس يعني لغايه لما جه الدقيقه 51 اطراد من واحد ضغطنا بقى. بدا الكابتن ان هو ينزل غيارات يعني دفاعيه وكده، فحصل وجابوا التعادل يعني وتعادلوا معانا، بس احنا كنا اقرب للفوز. بس الحمد لله على النقطه، طبعا الدور الثاني النقطه فيه بتبقى صعبه، فالحمد لله يعني النهارده على التعادل، وان شاء الله الماتش الجاي نعوض باذن ان الله. شاء الله. ضربة الجزاء بتاعت عبد الله سعيد فرقت معاكم برضو، خلي بالكم يا عمار. كابتن ضربة الجزاء دي فعلا فرقت معانا جدا، يعني كان بس ممكن برضه تحول كابتن شكل كنا المباراة. نعرف، كنا احنا اقرب يعني ان احنا انتوا نكسب كنتوا يعني. حاسين ان انتوا في الملعب الافضل يعني. احنا كنا حاسين ان احنا خلاص يعني بعد الشوط الاول احنا قلنا يعني لو فضلنا على كده ال 11 لعيب ما فيش حاجه حصلت، احنا اقرب للفوز، لغايه لما جه معانا بشنو اتطرد وحصل بقى خلخله في الدفاع وكده، وقدروا ان هم يتعادلوا معانا. طيب عمار طمني عليك، يعني هل حد من النادي الاهلي كلمك لان انت ترجع مره اخرى بعد نهايه الموسم، بعد ما نهايه الموسم ده طبعا ممتد حتى الاعاره بتاعتك يعني؟ هو لغايه دلوقتي والله كابتن ما حدش اتكلم معاه في حاجه. طيب ولا عروض بالنسبه لك جات لك من خلال الايجنت خاص بيك؟ لا هو في عروض بس طبعا مش هيبقى لاخر الموسم يعني. كلمك في ايه؟ طب في الانديه اللي ممكن تكون بتكلموا في ايه؟ في مصر، وفي كان احمد جه هيكلمني في حته بره مصر، بس ما اعتقدش ان بره مصر في النادي هيوافق، ما اعتقدش. جوه مصر ايه يا عمار؟ الانديه هو اللي كلمت. كان هبقى اقول لك كابتن مع بعضينا كده، هقول لحضرتك حالا. مش سر ولا حاجه، خلي بالك كل الامور الخاصه بالانديه، اصل دي عروض، انت ساعات بتوافق انت وساعات ما توافقش، النادي بتاعك عايزك ترجع تاني، فبالتالي الامور بتبقى بسيطه يعني. طيب هو خلاص. انا والله كابتن انا يعني طموحاتي ان شاء الله الفتره الجايه ان انا نفسي ارجع النادي الاهلي، فلو انا ماليش نصيب ان انا ارجع، ولو رجعت ومش هيكون لي فرصه ان انا العب، اتمنى ان انا اطلع تاني على سبيل الاعاره. طيب كل التوفيق ليك يا عمار.